ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. الفيديو النهاردة للناس اللي لسه بتبدأ ومش عايزة تكلف نفسها فلوس كتير في حوار التغليف. يعني كلنا في بداياتنا كنا مش عايزين نكلف نفسنا فلوس كتير في حوار التغليف، علشان احنا برضو ما كناش ضامنين اذا كان احنا هنكمل في الشغل ولا لا. فبنحاول ان احنا، وكمان بتبقى الميزانية بتاعتنا قليلة، فبنحاول ان احنا نلم نفسينا على قد ما نقدر كده بحاجات بسيطة جدا، وفي نفس الوقت بتبقى اسعارها مش غالية وما تكلفش معانا كتير، وفي نفس الوقت تقعد معانا شوية حلوين. فانا النهاردة كده جبت لكم فكرة حلوة جدا، لطيفة، موفرة، مش هتكلفك كتير، وفي نفس الوقت شكلها حلو قوي قوي. بصوا، انا نزلت العتبة، تمام، في درب البرابرة. هناك في اماكن كده بتبيع حاجة اسمها، هي ليها اسم انا مش فاكراه قوي، بس انتي ممكن تقولي له برضو فرخ سلوفان بتاع الهدايا. تمام، ده هو ده. استنى بس كده، عايزة ايه اوريه لكم. ده بيكون شكله، هو الفرخ اصلا عبارة عن، هو متر، تمام، يعني هو مقاسه متر، وبيديكي 25 فرخ مع بعض، يعني هما بيتباعوا مع بعض 25 فرخ ب 30 جنيه. الفرخ بيكون متر ونص او متر، يعني هو مقاسه كبير مش صغير، بس انا تانية طبعا علشان مش هينفع ان انا افرده في الموبايل مش هتشوفه، بس هو عموما بيكون كده شفاف اهو، حاجة كده عاملة زي البلاستيك شوية، بس في المجمل مش وحش. ده منظره، تمام. هما بيبقوا 25 فرخ مع بعض بيتباعوا ب 30 جنيه. الفرخ الواحد ممكن مثلا يغلف لك حوالي 3 مجات، 4 مجات، يعني على حسب برضو حجم المج بتاعك، وعلى حسب انتي بتلفي ازاي. يعني لو انتي مش بتهدري في اللف هيلف معاكي 4 مرتاح جدا. ده شكل الفرخ السلوفان، اسمه ورق، هو اسمه سلوفان، يعني اسمه فرخ سلوفان بتاع الهدايا، بتاع لف الهدايا اهو. ده منظر، تمام. دي اول حاجه. طبعا علشان تلفي فانت محتاجه طبعا تحطي حاجه، يعني انت مش هتلفيه زي ما هو. فانا جبت البابلز ده، هو اصلا يعني هو كيس كبير قوي، بس هو انا مش عارفه باينه لكم ازاي، هو كيس كبير جدا. الكيس ده انا كنت جايباه ب 15 جنيه، برده من هناك. الكيس ده يعني بيقعد معايا مثلا سنتين ولا حاجه من كتر ما هو كبير. في حاجه كمان جبتها، وجبت، هو اشتريت الستان ده. بصوا، الستان ده لونه بينك، والاطراف بتاعته مش عارفه هي باينه ولا لا، لونها ذهبي قريب شويه، او هو شبه بتاع السبوع اللي بتلف بيه حاجات السبوع، بس التاني بيبقى عريض شويه ومكتوب عليه كلام من هنا. دي بكرة، البكرة دي مش فاكرة هو قال لي 30 متر او 50 متر حاجة كده، كانت ب 8 جنيه. برضه هتقعد معاكي كتير، يعني انتي هتاخدي منها حتة صغيرة، ف مش هتكلفك نهائي. يعني كمان بقى جبت بقى علشان خاطر، يعني احنا طبعا بعد ما نغلف هنحب ان احنا نحط في شنط، فاشتريت الشنط دي برضه، كانت عندي اهي، اللي هي بيكون مكتوب عليها اهلا وسهلا، وبيكون عليها اي رسمة كده. خامتها حلوة مش وحشة، الشنطة تقيلة وماسكة نفسها. يعني بصوا الخامة يا جماعة عاملة ازاي، خامة حلوة جدا مش وحشة خالص، مش من الشنط المزعجة اللي هي بتعمل صوت دي، لا، الشنط دي حلوة جدا وخامتها في نفس الوقت لطيفة جدا، مقاسها حلو ومقاس مش وحش. طبعا انتي بتختاري، هناك بيبقى فيه مقاسات كتير، انتي بتختاري المقاس المناسب ليكي او المقاس اللي انتي حابه تشتغلي بيه. المقاس ده بالنسبه لي انا كان كويس، انا مش فاكره الصراحه هو كان مقاس ايه، تقريبا كان مقاس 2، بالنسبه لي مناسب جدا. يعني انا لو عايزه احط مج هيشيل معايا مج بسهوله، لو عايزه احط دلايه عربيه هيشيل معايا العلبه بتاعه الدلايه العربيه. في رمضان كنت بحط فيه الفوانيس، كان بيشيل معايا الفانوس، فهو المقاس ده بالنسبه لي انا كان حلو جدا. الشنط دي بتتباع بالكيلو، والكيلو بيبقى على حسب المقاس، يعني كل مقاس ليه سعره. بس عموما الكيلو بتاع الشنط دي كان ب 30 جنيه برضو، والكيلو كتير، يعني
هيرمي معاكي كتير جدا، عكس الشنط القماش. الشنط القماش اللي انا كنت نزلتها لكم في فيديو قبل كده، وبرضو هوريها لكم علشان الناس اللي ما شافتش معايا الفيديوهات بتاعه التغليف قبل كده. دي كده ده بيكون شكلها شنط قماش اهو. انا كده تانياها اصلا، يعني هي الشنط مقاسها حلو. برضو دي بتشيل معايا المج مرتاح جدا، بس يعني في فرق طبعا ما بينها وما بين الشنط دي في السعر. يعني الشنط القماش دي انا كنت جايباها ب60 جنيه، كان كيلو برضو، بس الكيلو بتاعها ما كانش مديني شنط كتير. يعني الكيلو بتاعها كان حوالي 50 شنطة او 60 شنطة بالكتير، عكس الشنط دي. الشنط دي الكيلو بتاعها هيرمي معاكي اكتر من دي، لان هي اخف من الشنط دي. الشنط دي برضو يعني ليها سمك شوية، فبترمي معاكي في الوزن. بس الشنط دي يعني حلوة، يعني هي الفكرة، بس ان الشنط القماش دي قيمة اكتر من الشنط البلاستيك دي. وكمان لو انت عملتي عليها الطباعة بالاسم او اللوجو بتاعك، ان في محلات كتير هناك بتعمل الحوار ده. يعني انت لو جيت اشتريتي الشنطة دي وقلتي له ان انت عايزة تطبعي عليها، مفيش مشكلة خالص، بياخد منك اللوجو بتاعك او الحاجة اللي انت عايزة تطبعيها، وعلى حسب بقى انت عايزة تطبعي وش وظهر او عايزة تطبعي وش بس. وطبعا كل حاجة وليها سعرها يعني. بس انا فاكرة ان هو كان قال لي ان الطباعة على الشنطة كانت ب2.5 جنيه، يعني تقريبا الوش، يعني الوش الواحد ب2.5 جنيه. بس انا كنت مستعجلة في اليوم ده، فما ما عرفتش ان انا اقف اطبع، يعني ما كانش عندي وقت. بس هي طباعة الشنطة الواحدة بتاخد عليها 2.5 جنيه لكل وش. ده كان ايام ما انا كنت بشتري. الصراحة مش عارفة بقى الاسعار دلوقتي بقت عاملة ازاي. دي كده فكرة بسيطة علشان خاطر الناس اللي شايلة هم موضوع التغليف ده، او ان هي مش عايزة تكلف نفسها كتير، بالذات البنات اللي بتبقى لسه بتبتدي. زي ما قلتلكو هو الموضوع كله كلفني 30 جنيه، و30 جنيه، ودي 8 جنيه، يبقى 68، والبتاعة ب15، يعني حوالي 80 جنيه او 90 جنيه تغليف. هيقعد معاكي كتير جدا، مش يعني انت هتجيبيهم هيقعدوا معاكي كتير، ممكن يقعدوا معاكي سنة سنتين. فدي الميزة في كده، ان هم فعلا بيقعدوا كتير، مش هيخلصوا منك بسرعة. فالسعر برضو حلو جدا ومناسب قوي 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 للفترة الزمنية اللي هو هيقعد معاكي فيها دي. وطبعا بقى انت هناك بقى تختاري الوان كتير براحتك. وعايزه اقول لكم كمان ان السلوفان ده فيه منه حاجات ملونة، يعني السلوفان ده فيه منه مش شفاف كده على الفاضي، لا، في منه حاجات مرسوم عليها وفي منه حاجات ملونة. ففي اشكال كتير حلوة جدا. بس هي الفرق ما بينها وما بين السادة ده ان هي بيكون سعرها اعلى شوية من ده. بس هو في حاجات كتير حلوة هناك ممكن تستفادوا منها. ده كده كان فيديو النهاردة يا بنات، ويا رب الفيديو يكون عجبكم ويكون استفدتوا منه. بالنسبة للناس اللي لسه بتبدأ طبعا، والحاجات دي كلها هقول لكم تاني، انا جبتها من درب البرابرة في العتبة، من الشارع بتاع درب البرابرة ده. الحاجات دي كلها انا اشتريتها من هناك. فانتوا انزلوا كده وخدوا لكم لفة في درب البرابرة، هتجيبوا حاجات حلوة جدا واسعارها قليلة جدا. وما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لكم كل جديد. وشكرا.